اليوم عنا صندوق من العريش ما بنعرف شو فيه. حنستخدم كل المكونات اللي جوه عشان نعمل وصفات سهلة وسريعة لمائدة رمضان. خلينا نشوف شو في الصندوق. يلا. اوكي. اول حاجة عندنا ناجتس بالفراخ. واو، كأنه مغيرين الباكجينج. كتير حلو. والناجت دي خالية من الصويا. وكمان عندنا خضار مشكل بالذرة فروزن. هلا البراند اماراتي شي؟ عن جد؟ ايوه. ودي صدور فريخ فروزن برضو ولين ميت، يعني لين ميت يعني خالية من الدهون. ميرسي كتير دينا على الاستقبال الحلو والوصفات الطيبة والسهلة. انتي نورتيني، وانتم كمان تقدروا تستخدموا منتجات العريش في وصفات سهلة وسريعة وتشاركونا بيها على السوشيال ميديا. والخبر الأحلى انه الوصفات الأطيب رح تربح اشتراك سنوي مع شاهد. ما تنسوا تعملوا تاك للعريش.